أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فنقول لكم إن موعدكم الجنة، وإن النصر آت ولو بعد حين. وفي الختام أقول وأشكر وأحيي القوى السياسية والتيارات العراقية التي خرجت إلى الساحات اليوم في وقفة طوفان الأقصى، وأقول للبعض الذين لم يظهر صوتهم، لدينا قاعدة وضعها رسول الله حين قال: من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم. على العهد ندافع عن قضايا الأمة وعن فلسطين وعن القدس. عاشت فلسطين، عاشت القدس، عاشت غزة، والموت للغزاة، والعار لكل جبناء. بين أهلي من جماهير بغداد أعلن عن حملة طوفان السيادة دعماً لأهل غزة، وسنفتح مكاتب الحزب في كل المحافظات لاستقبال تبرعات الشعب العراقي، وأنا هنا سأكون من أول المتبرعين. دعوتي لأخي رئيس الوزراء بالدعوة لعقد قمة عربية إسلامية عاجلة في بغداد لاتخاذ موقف موحد إزاء وحشية العدوان الصهيوني الغاشم. وأقول للعالم أجمع ولبعض المسؤولين في الدول العالم الذين تباكوا في الأيام الماضية
على خدعة قتل الأطفال وأقول لهم إن كنتم فعلاً تدافعون عن حقوق الإنسان وعن الأطفال فانظروا إلى أطفال غزة كيف يبادون. قضية فلسطين هي قضية الأمة التي ستبقى حاضرة وبقت حاضرة طيلة 75 عام. وأقول لأهل غزة اثبتوا فإن الله ناصركم، وأقول إننا نتألم لألمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من صوتكم من استوديو 9 من قناة الفلوجة الفضائية العراقية الغراء. أيها الأخوة المواطنون، راح احكي حكايه وقاصدها، واللي ما يلتزم بيها خلي يطلع من البث. انا جاي اشوف تعليقات بعض المعلقين اللي يفترض هم جاي يعلقون ويانا يوميا، لان احنا صوتكم المطالب باقرار قانون العفو العام تحت عناوين احنا شلنا علاقه باللي يصير بغزه، تركتوا موضوع العفو العام، منو ترك موضوع العفو العام؟ اسمعوني اللي جاي تعلقون، وتحديدا الى اخي المستشار القانوني امير علي ضب ذوله، اذا اسمع مره ثانيه مكتوب هيك تعليق ما يلوم نفسه الا اللي كتبه. اللي ما يهتم بشؤون اخوه ما يهتم بشؤون نفسه، ولا احنا ما كان اني يعني لي علاقه حتى اثير موضوع قانون العفو العام؟
وياكم وأطرح وأتحمل مسؤولية. صار لي 3 أشهر ومن سنوات أنادي به. فنقطة على السطر، الأسماء كلها قدامي وعرفهم واحد واحد. اللي أسمع وحدة أو واحد راح يعلق تعليق مسيء لأهلنا وشعبنا في فلسطين وفي غزة، الصمود ما يلوم إلا نفسه، مفهوم؟ ما عد كلامي مرتين. نقطة على السطر. أيها الشعب العراقي الكريم، يا أهلنا في فلسطين الصامدة وفي غزة الصمود، نقولها لكم من أهلكم العراقيين، من الفلوجة التي صمدت في الماضي بوجه حصار المعتدين والعدوان الغاشم والاحتلال الغاشم حتى انتصرت بدماء أبنائها إلى غزة الصمود. اصبروا، إنما الصبر والنصر صبر ساعة. هذه التحديات وهذه آلة الدمار الصهيونية التي تمارس بحقكم على مدى 8 أيام، صمتتم وتصديتم لها بدماء أبنائكم وأطفالكم. والله سبحانه وتعالى حي قيوم، يمهل المعتدين لكن لا يهمل عدوانهم. في هذا الوقت أصبحت الصورة واضحة أمام جميع أبناء العروبة والإسلام والإنسانية بأن العدوان الصهيوني يستهدف إخراج أهالي غزة، أكثر من 2 إلى 1.5 مليون مواطن، حتى يجد لهم وطنا بديلا كما قال في صحراء سيناء المصرية العربية. وقبلها كنا نسمع بأنهم يسعون إلى إسكانهم في غربي العراق في صحراء الأنبار، وعندما أفشل العراقيون وأهالي الأنبار تلك الفرية، اليوم شعب مصر العظيم أيضا يفشل أي مسعى لإخراج الفلسطينيين من أرضهم ومن غزتهم. المؤامرة بدت واضحة أمام الجميع، وصبر أهل غزة أمام هذا العدوان يعطي رسالة لكل العرب والمؤمنين من المسلمين وغيرهم في الإنسانية بأن الحق لا يضيع ووراءه من يطالب به. أيها الأخوة المواطنون، غزة لا تحتاج إلى رجال يقاتلون، وإنما تحتاج إلى قلوب مؤمنة تقف معهم بالإسناد. الحصار المفروض على أهالي غزة الكرام وخاصة في الماء والدواء والمؤن، مع إطلالة فصل الشتاء لها صعوبتها الكبيرة، فيجب أن يتداعى كل أبناء العروبة والمسلمين والإنسانية من المسيحيين وحتى من اليهود الرافضين للكهيان الصهيوني وللصهاينة، أن يتداعوا لإسناد شعب غزة المحاصر. أيها الأخوة المواطنون، أنا وصلتني كثير من الرسائل في يوم أمس عندما عرضنا الفيديو اللي صور بتصوير جوي المصور المبدع عصام السراي لمئات الألوف من المصلين تلبية لدعوة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله في ساحة التحرير في بغداد. وأنا قلت أن العدد بين 1.5 مليون، وأكثر الرسائل اللي وصلتني أنه يا أنور العدد يفوق ذلك، بل أكثر من 2 مليون وأكثر من 3 ملايين. واليوم وصلني فيديو جديد أيضا للمصور المبدع الأستاذ
عصام السراي لزوايا أخرى تظهر أنه بالفعل إذا نظرنا إلى هذه الجموع خاصة بالفروع راح نجد أمامنا الكثير. وقبل ما تطلع بالفيديو أنا راح أعرض الفيديو، لكن عندي بعد شوية نداء 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 من مواطن عراقي إلى سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله. يا ريت تطلع لصورة سماحة السيد مقتدى الصدر. سماحتك عندي نداء إليك، يا ريت تحط لي الكابشن أيضا زميل مخرج. بعد أن نعرض هذا الفيديو الذي بزاوية تصوير جوية أخرى تظهر الجموع الكبيرة التي فاقت المليونين، خلي نشوف الفيديو أنه بالفعل الآن لو نحسبها يعني العدد، يعني إحدى إذا نقول كل سرى نقول 20 واحد على أقل تقدير، من ونمتد المسافة الممتدة، أنت جاي تحكي على أكثر من يعني البعض قال 7 كيلومتر، لا هي أكثر من 10 كيلومتر، إلى أن تصل إلى ما بعد ملعب المدينة ووزارة الداخلية ومول النخيل وكل هذه الأعداد. فأنت بالفعل وإذا تشوف الفروع يعني هسه الفروع الجانبية بعد شوية راح تطلع عندك أكثر. نعم الكثير من المواطنين الذين لبوا دعوة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر وجاءوا من كل المحافظات العراقية يرتدون الكفن ورافعين القرآن الكريم وعلم العراق وعلم دولة فلسطين. وهذه الصورة عبرنا شارع محمد القاسم أو سريع محمد القاسم الجسر وبعدين إلى ما بعده بهذا الامتداد الكبير لهذه الملايين. نعم إذا نحن نتحدث عن أكثر من 2 مليون وحدود 3 ملايين وأكثر لربما اللي متواجدين بهذا الموقف الإيماني، لهذا الموقف لله. هذا مو موقف سياسي مثل ما سمعت بعض المحللين السياسيين وبعض مقدمي البرامج يقولون هذا عاد الصدر من طريق أي عاد الصدر، الصدر يحتاج يرجع بتظاهرة. شنو نكذب على نفسه؟ يعني الصدر ما يحتاج يرجع بتظاهرة أخويا، صدر مدى ينطيك نص دجاجة و 25 ألف مثل ما سواها بعض المعممين. لا تخلونا احكي كل اللي بقلبي، عادي شوية على كيفكم، اثقلوا حتى لا غضبتنا تزيد عليكم. صدر ما يحتاج يرجع، عمي هنياكم انتم بالانتخابات، روحوا بالانتخابات وبالكراسي وهنياكم انتم كراسيكم. هذا موقف لله، هذا موقف لله. نعم هذه الملايين يشوفون الفروع وامتداداتها وش قد موجودين. هذه الرسالة الإيمانية تدفعني كمواطن عراقي أن أتوجه إلى سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله بنداء 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 إلى سماحتكم. سماحة السيد، الآن أهلنا في فلسطين لا غذاء ولا دواء ومحاصرين ولا مؤن. الآن بدأت دول العالم ترسل مساعدات العاجلة. احنا الان سمحتك اذا نحكي عن موجودين بثلاث ملايين، ثلاث ملايين، نرجوك ان توجه سمحتك، ندعوك نناديك ان توجه الى كل المصلحين المؤمنين بخط التيار الصدري وسماحة السيد الشهيد الصدر الثاني وبخطكم المبارك الى ان يتبرعوا. إذا كل واحد يتبرع ببطل مي هذه 3 ملايين، وإذا كل 2 يشاركون ببطانية يشتروها من أجل أشقائنا في فلسطين هم يعني يكون عندنا 1.5 مليون، ومن غيرها من المؤن اللي يقدر يقدموها. وأن ترسل هذه المساعدات بإشرافكم، ما لي داعي الحكومة عليها واجباتها، لكن أن ترسل بإشراف سماحتكم وبإشراف البنيان المرصوص. البنيان المرصوص ليس فقط العراقيين، واجبنا الآن أن نقف مع أشقائنا وأهلنا في فلسطين. هي معركتنا، العدو على شنو احنا نقول عرب، على شنو نقول مسلمين؟ الذين جاي يستشهدون في فلسطين شعارهم الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله وإنما المؤمنون أخوة. فهذه المساعدات أن تكون بإشرافكم وعن طريق الأخوة في البنيان المرصوص وبالتعاون مع سرايا السلام الأبطال، وأن يكون هناك خط مباشر مع وزارة النقل والمواصلات عن طريق الطائرات أو لربما خط بري إلى أن تصل وتجمع لترسل مباشرة بعد فتح أي منفذ مع أهلنا في غزة.
ورسالتي أيضا إلى أخي السيد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد شياع السوداني المحترم، الذي له موقف الآن بتواصل مع قادة وزعماء العالم من أجل التعاون في يعني إسناد شعبنا في فلسطين. أنا أريد أقول للأخ السوداني، بعد أخي رئيس مجلس الوزراء، بعد طوفان الأقصى وطوفان السيادة الذي باشر على بركة الله يوم أمس عندما قام القائد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر وأعلن بأنه أول المتبرعين لجمع الأموال لإسناد أهلنا وشعبنا في غزة الصمود وشعب فلسطين، نرجوك الآن أن يكون هناك حساب سيادي، نرجوك في ظل دعوة جناب الشيخ خميس الخنجر زعيم أهل السنة والجماعة زعيم حزب السيادة أن يفتح الآن حساب سيادي لجمع التبرعات بشكل رسمي وليس بشكل عشوائي، حتى ترسل بالفعل الأموال والمساعدات إلى أهلنا في وشعبنا في فلسطين الشقيقة. أنا الله يبارك بكم جاي أشوف تعليقاتكم الآن اللي هي نعم إحنا أخوة، ما حد متراجع عن قالوا العفو العام والمنادى به. إذا تراجعت الدنيا كلها صوتكم وخادمكم أنور حمداني ما يتراجع، نبقى مطالبين ومنادين به. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لأجل فلسطين، نعم إحنا دولة، إحنا يا جماعة إحنا مو دولة، إحنا العراق أكبر من أي دولة يا جماعة، فتحام نهتم وتعقد جلسات، لكن قانون العفو العام كقانون كمشروع قانون ننتظر أن تعقد الجلسة الخاصة به وأن يناقش وأن يقر، لأنه عدم إنصاف الأبرياء هذا ظلم، والظلم تتبعه ظلمات. إقرار قانون العفو العام مسؤولية أخلاقية ودينية أولا وأخيرا، إنصاف الأبرياء بالعراق مسؤولية. تتحدث عن 65,000 بريء، يوم أمس قدمنا لكم مناشدة لأحد السجناء سجن الكاظمية على ما أعتقد، اللي وصلني يقول لك هذا منتهي محكوميته وبي الله يبعد عنا وعنكم وعن إشافي هذا المريض بمرض السحاية. طيب إيش تنتظرون يا وزارة العدل؟ شو ينتظر وزير العدل أخ خالد شواني؟ حضروا لي هذا، طلع صورة خالد شواني وحضروا لي صورة السجل البحر، شو تنتظر يا وزير العدل؟ اللي هو من اسمه وزارة عدل، عدل عدل عدل، هي من اسمها عدل. هل العدالة تحتاج وقت؟ هل العدالة تحتاج إجراءات؟ هذا النماذج مو واحدة، مئات النماذج جاي توصلنا، ليش ما يصير تحقق بها عاجل؟ ليش ما يصير إنقاذ الحياة؟ إذا أخي إذا أنت محكومي تطلق صراحة، عايش مكلب بي، أطلق صراحة وبعدين كمل الإجراءات مالتك. بما أنه أنت تحت محكوميته، أكو واحد أنت محكوميته مكلبين بي؟ سمعهم مناشدة جدا، مناشدة إلى وزير العدل، مناشدة إلى وزير العدل. إحنا عدالة اثنين بالكاظمية، عندنا مريض بمرض السحاية، ودوه إرسال الدائرة للكاظمية، شكوا بيه حولوه إلى الكارخ، والدائرة ما ودته وحالته خطرة جدا جدا، وكل حل ماكو. واحنا الناشد شكو ابو انسانية، وانت يا وزير العدل انت ابو الانسانية زين، واحنا ما عدنا تحت بس رحمة الله ورحمتكم انتو، وهذا الشخص اذا تأخر يومين او يوم ترى يموت. واحنا بالله وبيك، وهاي مناشدة من ولدك زين، هاي اخواننا الاعزاء زين، يا وزير العدل احنا بالله وبيك زين علي. حتى حكمه مخلص، حكمه مخلص، وحتى ما جاي يطلعونه ومنتهي. لا حول ولا قوه الا بالله. والله دكتور علي زكي، ما تشوف للسيد خلود الزيادي يعني اذا شفنا ما دزت الوزير عدل، ما دزيها بعد خالج،
وانت شجاعه وبطله وعراقيه اصيله، كتبوا لها والله اتمنى بالتعليقات قول كتبوا لها وينك يا خلود الزيادي، انور الحمداني من يحكي توصلينا يا لو بس ما توصلي يحكي، والله كتبوا لها خلود الزيادي قولوا وين هاي من البارحه انور ليش ما وصلتيها الوزير العدل، كتبوا لها كتبوا لها بالتعليقات قولوا وينك يا خلود الزيادي، هيك هيك لازم اتعامل وياهم. اما حقيقه أنا اليوم ويا فضيلة الشيخ مصطفى البياتي رئيس رابطة أئمة وخطباء الأعظمية المباركة، والأعظمية المباركة رفعت رأس رفعت العقال إلهم، ما وقفت تظاهراتهم وما وقفت مناداتهم بحقوق أهلهم العراقيين وبحقوق أشقائنا في فلسطين، فرفعت العقال إلهم أهل مدينة النعمان الإمام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه والنعم منهم، وسبعة عام اللي يقول لي ليش ما راحوا الظاهرة وبساحة التحرم، وقريت أنا إيش تعليقات وعلقت البحر وعلق اليوم. أخي أنت عندك إجراءات حكومية يقطع لك الطرق، فأهل الأعظمية ظاهروا بالأعظمية ومستمرين على فكرة، ما وقفت تظاهراتهم ولا حتى يعني إلى أن تصل إلى أنه فضيلة الإمام الأكبر العلامة الشيخ الدكتور أحمد حسن طه نفسه يحتل المنبر بنفس الرجل عمره بالتسعين سنة، عندك والله ما البحر هيك بس لقطة عمره 90 سنة وراح اعتلى المنبر بالإمام الأعظم حتى يوجه رسالة إلى كل القيادات والشعوب العربية والإسلامية. شوف فضيلة الإمام الشيخ الدكتور أحمد حسن طه نفسه اعتلى المنبر، هو عادة لا يخطب بالمنبر ولا يصعد المنبر صار له فترة، لكن الآن بهذا الظرف نعم. فتحية للأعظمية وتحية لمجمع الفقه العراقي وتحية لرابطة أئمة ومساجد الأعظمية الكريمة بأهلها المباركة بأهلها الكريمة والمقدسة بشهدائها. فمعي رئيس رابطة أئمة وخطباء العظمية المباركة فضيلة الشيخ مصطفى البياتي يتحدث إليكم. فضيلتكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله الكريم أبو عزة، وحيا الله غيرتك ورفعت العقال لك أيضا مثل ما رفعت العقال لأهل العظمية والنعم منكم. العظمية اللي مرغت أنف الأمريكان وسحقت رؤوس الأمريكان تأبى إلا أن يكون لها موقفا مشرفا مع أهل غزة وأهل الأقصى مع أهلنا في فلسطين. مثل ما تفضلت أخي أبو عزة، لم تتوقف التظاهرات ولم تتوقف المواقف، فبالأمس خرجنا ليلا في شارع الضباط من جامع الأنبياء إلى جامع العساف وعدنا إلى جامع الأنبياء، ويوم الجمعة في جمعة الطوفان طفنا في مدينة النعمان وقلنا أن طوفان النعمان يعانق طوفان الأقصى، واليوم أنا جئتك من مهرجان نسوي كبير أيضا تحت عنوان طوفان الأقصى، أعلنوا فيه النساء التأييد ورفع الدعوات لأخواتهن المرابطات في المسجد الأقصى والمجاهدات في غزة العزة في غزة الصمود. الأعظمية أم المواقف، إذا كان العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض الذي لا ينكسر كما وصف سيدنا الفاروق عمر فاتح القدس محرر المسجد الأقصى، فالأعظمية جمجمة العراق وكنز رجال العراق ورمح الله في العراق الذي لا ينكسر. على رغم الذي يعني مر بالأعظمية من محن ونكبات، لكن تأبى مدينة الأعظمية إلا أن تكون مدينة المواقف، مدينة العزة، مدينة رفع الصوت عاليا في نصرة المظلوم وتأييد الحق. نحن من الأعظمية نخرج مواقف كل أهل السنة والجماعة، لا بل كل مواقف العراقيين. إذا قالت الأعظمية قال العراق، لأننا في الأعظمية نملك ما لا يملكه غيرنا، نملك ثرى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الذي يتعبد الله عز وجل بمذهبه غالبية المسلمين في بقاع الأرض. فمن مدينة أبي حنيفة النعمان نحيي إخواننا المجاهدين في فلسطين، داعينا لإخواننا الشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء وللأسرى بفك القيد،
نحيي صمود أهل غزة، نحيي أطفال أهل غزة، نحيي نساء غزة، نحيي رجال غزة، نحيي الدماء الزكية التي تراق على أرض غزة. نقول لهم صبرا يا أهل غزة، فأنتم مفتاح العزة. أيها المجاهدون في فلسطين، لقد أعدتم للأمة الأمل، لقد طال سبات الأمة وعظم الخطب عليها، ولكنكم بجهادكم وموقفكم هذا أعدتم الأمل لنا، أعدتم الأمل لنا في أن هذا الدين سيظهر بإذن الله على أيدينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، سيظهر بإذن الله عز وجل هذا الدين على أيدينا وعلى أيدي إخواننا في فلسطين. اللهم سبيلا إلى المسجد الأقصى نصلي فيه صلاة النصر أو شهادة على أسواره يا رب العالمين. اللهم آمين. فضيلتكم، يعني لربما السؤال بالمقابل، الآن أكو الكثير من الظلمات اللي نمر بها كعراقيين. الله سبحانه وتعالى، إحنا بكل بلداننا العربية والإسلامية حتى نكون صادقين، يعني يمكن غزة هي النموذج الوحيد اللي هو واضح، هم شعب اختاروا المقاومة المحتل، حتى الحكومة برام الله ساكتة حتى نكون واضحين. لكن إحنا شلون راح ندعو ربنا أن يتقبل من عندنا وإحنا بالعراق اكو ظلم، وكل البلدان العربية بها ظلم، وكل الحكومات مقصرة ويا شعوبها، شلون الله راح يتقبل من عندنا؟ يعني ما جاي يشوف قدامك إحنا شنعاني 65,000 بريء قدامك، هذا السجين اللي عرضنا صورته قبل شوية الفيديو مالته، والله يقول لك دافعين مليونين دينار جامعين بيناتهم من شنو حتى بس يوصلونا، عمي انقذوا هذا السجين منتهي محكوميته، وزارة العدل تنتظر الإجراءات الأفندية، ما أطلقوا سراحة. إذا الله شو راح ينظر لنا؟ يعني شو راح يحقق العدالة وإحنا هالظلم عندنا أمانة الله؟ وشو راح يتقبل دعائنا؟ والله يا أستاذ أبو عزة، إحنا لا نزال نعيش في شهر نفحات المولد النبوي الشريف، وأنا في ليلة المولد خرجت على أحد الفضائيات وقلت للمسؤولين ووجهت رسالة أن فرحنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ننصف هؤلاء الأبرياء من المعتقلين. نحن حينما ننادي بالعفو العام ننادي بالعفو العام عن الأبرياء الذين هم يطلبون هذا الحق، ونحن نسألهم أن يعفون عن الذين سجنوهم وعن الذين ظلموهم، لا أن يعفى عنهم لأنهم أبرياء، ومن حقهم أن يكونوا طلقاء، من حقهم أن يكونوا بين أهلهم، بين ذويهم، أمام أولادهم، أمام آبائهم، أمام أمهاتهم. هؤلاء ظلموا، ظلموا جراء المخبر السري، ظلموا جراء أجندات خارجية، جراء أجندات طائفية. لذلك أنا أوجه رسالتي مرة أخرى يا ولاة الأمر في هذا البلد، أيها المسؤولون بمختلف درجات مسؤولياتكم، أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل في ظلم هؤلاء. الذي يظلم إخواننا في فلسطين يقع منه الظلم ويقع منه الخطأ، والذي يظلم أبناء بلده والذي يظلم أهل العراق أيضا يقع منه الظلم. فأنتم والصهاينة سواء إذا ما وقع الظلم على أبناء بلدكم وسكتتم عن الظلم. لذلك أنا رسالتي، هذا الذي خرج هو واحد من آلاف مؤلفة، يا إخواننا إذا أردتم استقرار للبلد كونوا مع أبناء شعبكم. وقع الخطأ في مدة معينة وفترة معينة، وهذه المدة كانت مظلمة، على كل أبناء الشعب العراقي صححوا هذا الخطأ. القوي من يصحح، الأمين من يبني، الأمين من يقول أن فلان أخطأ وأنا جئت تصحح خطأ فلان وفلان. لذلك أنا ندائي لرئاسات الأربعة، للسيد رئيس الجمهورية وللسيد رئيس البرلمان ولدولة رئيس الوزراء وللسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن يجتمعوا عاجلا مع قادة البلد، مع من يسمون أنفسهم قادة في البلد، وأن يجدوا حلا عاجلا لهؤلاء الأبرياء.
أليست ورقة الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة تنص على إطلاق سراح الأبرياء وعلى تعديلات في قانون العفو العام؟ لماذا لم يطبق هذا الاتفاق إلى الآن؟ الساسة السنة، مسؤوليتكم كبيرة أمام أهلكم، مسؤوليتكم كبيرة أمام الظلم الذي وقع على أهلكم. عندنا من العلماء من يقبعون في السجون وهم أبرياء وإلى الآن ربما لا يعرف مصير بعضهم. عندنا شيخ الحنفية في بغداد، الشيخ العلامة المفتي قاسم الحنفي، مودع في السجون، لم يرى أهله ولم يروه منذ سنين. لماذا؟ هو رمز كبير من رموز بغداد، عالم كبير يشار له بالبنان، ندائي إلى دولة رئيس الوزراء وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يرسل على عائلة الشيخ قاسم الحنفي وأن يرتبوا لهم لقاء بأبيهم الذي طال غيابه لسنين من 2013 أو قبلها، إلى الآن ما شايفين ليش؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، قد تنام عين المظلوم لكن عين الله ما تنام. فضيلتك وين أين تذهبون من سهام الليل حينما يوجهونها عليكم يا رئيس الوزراء؟ أنت رئيس وزراء لكل العراقيين. الله عز وجل سيسألك يوم القيامة عن كل واحد فينا، ماذا فعلت لفلان وماذا عملت لعلان؟ يا رئيس الوزراء، أنت ابن الداخل العراقي، أنت ابن العراقيين جميعا، أنصف الأبرياء من المعتقلين. يا رئيس الوزراء، تخيل أن ولدك لم يرك منذ 10 سنين أو أكثر أو أقل، ماذا سيفعل هذا الولد وماذا ستفعل أنت حينما تلتقي بابنك؟ يا رئيس الوزراء، تخيل أن أمك التي حملتك 9 أشهر في بطنها ما شاهدتك ولا سمعت عنك أخبارا منذ 10 سنين أو أكثر أو أقل، ماذا ستكون عندما المشاعر عندما تلتقي بابنها هذه الأم بعد 10 سنوات وابنها بريء؟ لذلك يا رئيس الوزراء، أناشدك الله عز وجل ثم أناشدك بالعراقية التي تحملها أن تنصف هؤلاء الأبرياء من المعتقلين وأن تكون معهم. نحن لا ندعو الإفراج على داعش، داعش أول من ذبحنا، داعش هو من هجرنا، داعش هو من رمل نساءنا، داعش هو من قتل خيرة علمائنا، أبدا لا ندعو الإفراج عن هؤلاء المجرمين، بل نحن نسلم هؤلاء المجرمين. نحن ندعو الإفراج عن الأبرياء، ندعو للإفراج عن المظلومين الذين ما ثبتت بحقهم تهمة، الذين ما تلوثت أيديهم بدماء العراقيين ولا بأموال العراقيين. يا قادة البلد، يا قادة البلد، الله عز وجل سائلكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله عز وجل سيسألكم عن كل ثانية مضت ظلما على هؤلاء المعتقلين. لا إله إلا الله. فضيلتك أريد أسألك على الشيخ قاسم، شون اعتقل وين وليش ما أثير هذا الموضوع بالإعلام من قبل القادة السياسيين من قبل النواب؟ ليش 10 سنين تقول لي أو أكثر؟ اعتقل يا أبو عزة ب 2012 أو 2013 وإلى الآن يعني بغداد؟ نسمع بغداد؟ كلام أنه موجود في المكان الفلاني. نعم في بغداد من جامع السليمانية العريق، جامع السليمانية من جامعه اعتقل. أي نعم، والرجل يعني لا يحمل توجه سياسي ولا يحمل أجندة معينة، رجل عالم فقط يقوم بتدريس طلبة العلم، وموقف معروف أنه ضد الأمريكان. كنا ضد الأمريكان، كنا قاومنا الأمريكان، والله لا يوفق أي واحد ويا الأمريكان، الله لا يوفق أي واحد إجا على ظهر الحمار الأمريكي والدبابة الأمريكية. كنا ضد أمريكا، أمريكا شفنا منها غير الدمار. ليش هاي تهمة ضد الأمريكان؟ مو تهمة عمي. شخص مثل قاسم الحنفي يودع يعني في السجون من 2012 إلى الآن 10 سنوات أو أكثر. مرجع الشيخ قاسم الحنفي للحنفية في بغداد. وفضيلتك ما حد عرف عنه شيء كل هالسنين؟ إلى الآن لم يعرف عنه يعني حقيقة أين هو، لكن نسمع أخبار أنه موجود في مكان معين. لذلك يعني ندائي أنا للسيد فائق زيدان، للسيد محمد شياع السوداني، أن يجدوا حلا للشيخ قاسم الحنفي.
فضيلتك رد اسألك رئيس البرلمان ما يجي يصلي يومكم بالعظمية؟ ما له صوت على موضوع المعتقلين والمغيبين. ليش؟ ليش رئيس البرلمان الأخ محمد الحلبوس يعني أنا والله أقدر أشوفه يصلي؟ هو يصلي يعني مع الاحترام اللي يصلي، إذا يصلي ليش ما يصلي؟ ليش ما يحكي ويا المصلين ويقول لهم الحقيقة على قانون العفو العام؟ هو رئيس البرلمان، حط له صورة الأخ أبو يوسف أبو ريكان. أريد أمين يا أخي، ما أريد يساهم يعني، يعني دي النصيحة مو صحيح لو أنا غلطان، مع الاحترام والاعتزاز بي. شوف سالة نورة، إيه؟ الصلاة يعني هي تخص كل شخص هو ورب عز وجل، ونعم بالله. إن كان يصلي هو ينفع نفسه، وإن كان لا يصلي فهو يضر نفسه. موضوع العبادة يعني موضوع شخصي، أما موضوع المواقف فأنا أعتقد أن الرجل يعني حريص على أهله. وقبل أيام قليلة سمعت يتحدث عن موضوع العفو العام عن المعتقلين، وأن هناك يعني بعض الإجراءات المفروض تكمل. احنا نعرف جيدا ان البلد يسير بالتوافقات، واعتقد ان موضوع العفو العام يحتاج ان يسير بالجناحين اللذان يمثل او جناحين اللي يمثلون السنه في التشكيل الحكوميه، جناح الاخ الحلبوسي وجناح الاخ الخنجر، ويتفقا توافقا تاما حول موضوع العفو العام مع المعتقلين، ويروحون سويا ويجلسون مع بقية الشركاء في البلد. أما أن يكون موضوع العفو العام موضوع مزايدات انتخابية فهذا قطعا نرفضه، وما راح ننتخب أي واحد يزايد على يعني موضوع العفو العام. لا لأن أنا احنا نعتقد العفو العام أضيف لك من الشعر يعني بيت، أضيف لك من الشعر بيت مو مطلب، لا أضيف لك من الشعر بيت. إذا رئيس البرلمان والنواب قرروا أنه قانون العفو العام يصير وراء الانتخابات، والله ما يلومون إلا نفسهم. أنا أحكيها بصراحة، ما يلومون إلا نفسهم، لأن هم بيجي حالة ينطون مبرر لكل القوى السياسية سنية وشيعية أن تحكي بموضوع العفو العام وما تحقق شيء، يعني جعجعة بلا طحين. لا إحنا شنو اللي يمنع يناقش القانون قبل الانتخابات؟ هسه وين إحنا وين شهر 12؟ يناقشون الآن ويوصلون إلى آلية. بالتأكيد صح لو غلط يا عمي، لا نؤيد فضيلتك، لا نؤيد أن يتأخر فضيلتك مناقشة قانون العفو العام. فضيلتك اسمح لي بس أقاطعك، أن يؤخر مناقشة قانون العام. فضيلتك متفضل بس انطيني نص دقيقة. أنا أقول لرئيس البرلمان أخي الحلبوسي ولكل النواب أن تأخير قانون العفو العام أو النية في تأجيله بعد الانتخابات جاي يضركم وراح يضركم الناس، يعني راح الناس ما تصدق الكل، لأن يعني الكل راح يستثمر انتخابيا، خاصة خصوم الأخ الحلبوسي في الأنبار وفي المحافظات العراقية، هو يعرفهم منه هذول الخصوم المدعومين من وراء الحدود اللي سوى لهم تجمع صغير، هو يعرفهم، ترى هذول راح يستثمروا ضدك والناس ما راح تثق بأحد. فيا أخوي حدد جلسة خلي يناقشونا، أخ الحلبوسي أريد تحط صورته، خلي يناقشون القانون قراءة أولى قراءة ثانية، تشكل لجنة ربما يحتاج، إذا يحتاج إعادة صياغة عود بوقتها، قول عمي تكمل الصياغة وراء الانتخابات، وثاني انتخابات محلية أمانة الله، هي انتخابات محلية. هو شنو عضو مجلس محافظة؟ ترى خابصين الدنيا بيه عمي، عضو مجلس المحافظة المختار قبل أحسن منه، المختار بالمحلة ما تحكم أحسن، جيب لي الصورة. ترى والله عيب خابصين نفسنا على عضو مجلس محافظة. شنو عضو مجلس محافظة؟ عمي رجع المخاتير أحسن، والله يا عمي المخاتير أقوى. فعلى سوونا يا قصة ولا سوونا مال أبو زيد الهلالي، لا عمي انجزوها وتوكلوا على الله. فضيلتك أرد أقول يعني أنتم بالعظمية إيش قد عدد الناس اللي عندها مشاكل فيما يخص مثلا زيارات المسجناء وغيرهم. وأنا بالنسبة لفضيلة الشيخ قاسم الله إن شاء الله يفرج عنه، أنا أدعو عائلتي الكريمة إذا كان بالإمكان أحد منهم يطلع وياي بالبرنامج، يا ريت توصلهم هذا الطلب وأسمع منك بإذن الله. هو أستاذ أنور أبو عزة العزيز، الله عزك. الله عزك. هي لا توجد عائلة عندها معتقل لا تعاني من مشكلة. يعني صحيح اليوم احنا نهتم بموضوع العظمية، وكون العظمية رمز كبير بالنسبة للعراقيين بالعموم ولأهلنا بالخصوص، ماكو عائلة معتقل ما تعاني اليوم من مشكلة مواجهة يعني معتقلها. لماذا بعض السجون إلا امرأة تروح تواجه، لا يسمحون بالرجال بمواجهة الرجال؟ شون بعض السجون عديها لا يسمح بعض السجون ما يسمحون للرجال أن يواجهون الرجال،
فقط النساء يروحون يواجهون المعتقلين. ليش يا ليش, ليش يا وزارة العدل؟ ليش أخوي وزير العدل؟ أشوف كردستان ما تطبق هالشكل. شوف كردستان بالسجون مالكم ما تطبقوا. ليش علينا إحنا العرب تطبق أخوي؟ مع الاحترام لك وإحنا شعب واحد يفترض. لا يا أخوي هاي 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 مو قسمة عادلة. شنو هذا؟ شنو هاي ما افتهمناها؟ أول مرة يمنع الرجال أن يروح يزور الرجال. أول مرة والله أسمعها. بعدين لا لا أبو سامح حجت لها مع الاحترام له ولا الأستاذ أمير علي حجا لها مع الاحترام لها. هاي أول مرة أسمعها. والله وضحها وضحها فضيلتك متفضل. بعدين يا أستاذ أنور بعض موظفي السجون أنهكوا عوائل المعتقلين ابتزازا. أنا أدعو لجان النزاهة وهيئة النزاهة ودولة رئيس الوزراء وهو الآن يسير بمشروع محاربة الفساد أن يحارب هؤلاء أن يضرب بيد من حديد يعني على هؤلاء يعني هذا همات مظلوم وهمات يبتز وهمات أهل يجدون والله على أبواب المساجد عوائل المعتقلين يستجدون أجرة ذهابهم إلى السجن لمواجهة ذويهم وبعض الموظفين الفاسدين اللي يعني ما يرقبون في الناس إلا ولا ذمة لا تكون المواجهة ولا يعني يكون موضوع إدخال الدواء أو الطعام إلى المعتقل إلا مقابل شيء من المال لذلك يعني دولة رئيس وزراء السيد وزير العدل وين أنت من هؤلاء بس فضيلتك بس عديها من هؤلاء بس عديها اللي الناس المعلومة أكيد أنه الرجال يمنعون بس عن النسوان ليش عليش يا عمي ليش ليش لكم هاي والله غلط قبل العراقي من ينسجن أخذوها من العهد العثماني والملكي والجمهوري ما يجز النسوان وحتى السجين يقول لك لا تجيبوا المرتي حتى لا تنهان قدام المحققين وقدام الشرطة صارت هالساعة تطلبوا العكس لازم المرة تجي ما يجي الرجال بئس العدالة إذا هذا صدق أكو إيش حكي فضيلتك أكد لي أنت فضيلتك لابس عمامة سيدنا ونبينا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه والله يا أستاذ أنور بإمكانك أن تستضيف يعني عوائل المعتقلين ويحدثونك عن القصص اللي يحدثون عنها وصف احنا أمة وخطباء جوامع احنا رجال شريعة الناس تجي تشكي يمنا الناس تجي تطلب مساعدة من يمنا والله يا أبو عزة نستحي نرد الناس الناس لما تشوفنا لابسين عمامة ونصعد فوق المنبر ونخطب وآلاف الناس تسمعنا ومئات الناس يصلون ورانا يظنون أنه خزينة الدولة بيدينا أنه لما الناس تحتاج نأشر يجي المال بالمباشر فيجون يطلبون ويعاتبونا يعاتبونا بطلبهم يعاتبونا أنه إحنا ما جاي نوصل صوتهم ما جاي يعني نعلي صوتنا بحقوقهم لذلك نواب مناطقنا ونواب محافظاتنا شوي طلعوا صوتكم هسا على الأقل قشمر الناس قولوا احنا وياكم هالسكوت هذا ليش السكوت ما له مبرر يعني انا دائما اشوف ببرنامجك الاخ عبد الكريم العبطان يطلع حط له صوته وجوز 2-3 من النواب ما شفت الباقين ما يقبلون ما يقبلون يطلعون 70-80 نائب ليش ما يطلعون 309 هذول 70-80 نائب راحوا وقعدوا ويم الاخ شياع ويم الاخ فائق زيدان وقعدوا ويم الاخ رئيس جمهوريه وبالتاكيد خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي مع قانون العفو العام لو يروحون يقعدون يم هذول ما يسوون ضغط والله عمي ما يقبل يطلعون يعني انا ادعوهم يا فضيلتك يا والله نريد المجرمين فضيلتك على القضية مو طائفية اكو شيعة معتقلين طلعوا الشيعة الابرياء همين فضيلتك علها وادعوهم كلهم سنة وشيعة وكراد وعرب وتركمان ومسيحيين والله ما حد قبل غير لله اقولها الشيخ النائب عبد الكريم عبطان الجبوري الاستاذ النائب ارشد الصالحي اللي قبله ويطلعون والسيدة ناهدة الدايني اللي قبلة تطلع ويانا والأمير سموه الأمير وصف العاصي اللي قبلة ويطلعون والله يا عمي علها وادعوهم الباقين يا عمي استوديو التاسع لكم حددوا انتوا حطوا حلقات واطلعوا ايش وقت تريد تطلعون اطلعوا قدامك ادعوهم فضيلتك شو اسوي لهم بعد والنعم منك والله عيب على انسان يقدر يتكلم اليوم كلمة ويضم حجايته عيب على رجل انطى عهد ووعود لأهله وناسه ويخلف وعده ويخلف عهده مباشر عقب الانتخابات هم جاية حتفترون على الناس وحنسوي لكم كذا ونسوي لكم كذا ونسوي لكم كذا
وتالي كل من يشيل جوالاته ويطلع مثل أشخاص صعدوا عن العظمية والعظمية ما شافتهم مثل خالد العبيدي. أنا أردح شيها والله العظيم سقطة تاريخية أنه خالد العبيدي يرشح على العظمية، واللي اختار على العظمية هو أو هو اختار العظمية. والله يا عمي والله يا عمي مصيبة، والله يا عمي العظمية يجي على خالد العبيدي. والله عاد لو جاي مأدي الشاي اللي شربه بالكسرة، عم الناس تقول لك اقعد كل شرك شاي بس اقعد ويانا، عاد لو باق وياهم. والله يا عمي أنا أعتذر لكم، أنا أعتذر لكم نيابة عن كل عراقي قال خالد العبيدي انتخبوا. أنا أعتذر، أنا أعتذر، ولا شو ودها العظمية والما خدم الموصل يخدم العظمية. هاي أعتذر لك يا عمي، أعتذر للعظمية على رأسي. آن الناس آن الناس بالألفين واحد وعشرين كنت أسوي برنامج وحدي أقول انتخبوا، أنا غلطت يا عمي، اعذروني أهل العظمية. تفضل جناب. الله يحفظك، الله يعزك أبو عزة على رأسنا. فضيلتك دعاء منك لهن العراقيين والمغيبين وأهلنا في فلسطين وكل أمتنا العربية والإسلامية، نسمع منك بالدقيقة الأخيرة، تفضل فضيلتك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا، نتجرد من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك يا ربنا يا عظيم. نسألك يا رب مسألة الأذلاء المنكسرين بين يديك أن تجبر كسرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغيث بك لأهل غزة فأنزل غوثك إليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستنصرك لإخواننا في فلسطين فأنزل عليهم نصرا من عندك يا رب العالمين. اللهم كما أنزلت ملذك على إخواننا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وحنين، أنزل مددك على المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا رب نستودعك غزة، اجعل ما يقذفون عليهم من النيران بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كل من حالفهم وكل من والاهم وكل من غدر بأهلنا أنت عليه يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل عليه يا رب. اللهم فرج عن إخواننا الأبرياء من المعتقلين، هيئ أسباب الفرج عنهم، حنن قلوب المسؤولين عليهم وعلى ذويهم يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة يا رب، ساعة فرج على أهلنا في فلسطين وعلى أهلنا المعتقلين يا رب العالمين. آمين آمين. بارك الله بكم فضيلتكم، والتحية والاحترام لكم ولكل الأئمة وخطباء المساجد في العظمية المباركة ولأهلنا الكرام أهل أهل العظمية. الله يبارك بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوت لاعبهم وما قدروا يسكتوا. الساعة تسعة حداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوت لاعبهم وما قدروا يسكتوا. حتى الظالم صوت المواطن بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 صوت المواطن يتحدى الظالم وما قدر.